منرحب بالجميع من كل مناطق بيروت الأولى، ونحن وياكم وباسم الكل، كل الموجودين، منرحب سوا برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. أهلا فيك حكيم، أهلا فيك بالأشرفية، أشرفية البداية، أشرفية البشير. أهلا فيك برمال، رمال المقاومة اللبنانية. أهلا فيك بالصيفة، أهلا فيك بالمدور، عرين المقاومة اللبنانية، المنطقة اللي انطلقت منها المقاومة مع الرئيس الشهيد بشير الجميل. ومعك عم نكمل المسيرة، مسيرة المقاومة، حتى تحقيق حلمنا ببناء لبنان الجديد اللي منطمح له. أهلا فيك حكيم، مسيرة 10452 كيلومتر مربع.
الخير. أهلا وسهلا فيك حكيم ببيتك الأشرفية. كتار بيسألوا ليش سموها هالديرة بيروت الأولى؟ الجواب بسيط جداً، هون أرض الصمود بوجه جيش الاحتلال، هون بلش الحلم يلي حاولوا يسرقوه بالاغتيال، هون أشرفية السيادة، رمال الحرية، صيف الاستقلال والمدور الكرامة. وكيف بدكن ما تكون هيدي الديرة الأولى؟ لو طلبنا من هالمنطقة تحكي لنا حكاية كانت خبرتنا عن شباب ماتوا لتبقى الجمهورية، وعلى راسهم قائد بطل كانت لإله البداية، حمل مشعل المقاومة وغير لحسابات الإقليمية، ولأنه بشير حيفينا مسيرته ما إلى نهاية. أكيد جايين على الوعد تنكمل مشروع الدولة القوية. هالليحة تشبه هالمنطقة وحالها، فيها عماد الصمود وفرعون التحدي، فيها نديم الحلم ورياض التصدي، فيها أباديس المواجهة وجان السيادة، وفيها كارول النضال وألينا الريادة. بمواقفه وسياسته هو أكثر من حزبة، وبالعمل والتنمية بهالمنطقة هو راس الحربة، وبالرغم من أنه هالقانون نسبة، التزامه مع أولاد هالمنطقة ما بحياته كان نسبة. كلمة المرشح عن المقعد لروم الكاثوليك على لائحة بيروت الأولى الوزير ميشيل فرعون، تفضل. مساء الخير، مساء الحرية، مساء القرار الحر، مساء بيروت، مساء بيروت الأولى، أهلنا بالمدور والرمال والصيفي وأكيد الأشرفية. أهلا وسهلا بالحكيم الملتزم دائما ليضل لبنان الأول. حكيوا كتير وسمعتوا كتير وما خلوا شيء ما حكيوا ليأثروا عليكم وعلى ضميركم، ما خلوا شيء ما عملوه ليضللوا لكم. وصلت معهم الوقاحة لحد الفتنة بيناتكم، ايه وصلت درجة اليأس معهم لاستدراجكم واستدراجنا كلنا لمشكل كبير مع أهلنا وحبايبنا. حاولوا يهدوا المراجل، قال عم بيعملوا رجال، وين؟ وعمين علينا عليكم، وين؟ على أهل الأشرفية بالأشرفية، بمع الرجال والنساء والشباب والشباب اللي راسهم دايماً مرفوع. نحن نقول لهم روحوا العبوا وطرشوا بغير محل، لأنه الولدنة يلي عملتوها كان بدها رجال لتطوقها وتستوعبها. والحكيم بيعرف انه المرجله هي انك تحافظ على مبادئك باصعب الظروف، وانتم بتعرفوا انه يلي عايش بين الناس كل سنين ما بيختفي وبيظهر مره كل اربع سنين، ويلي زرع محبه وعطاء وفرح وكرامه والتزام بالدوله والقانون ما بيضغط وبيخوف الناس وبيحاول يفسدهم. يلي راس ماله مصداقيته ما في شيء بيعلى على صوته، وما بيخاف من محاربة الفساد، وما بيخاف من الحقيقة، وما بيخاف من العدالة. واللي بترشح على الانتخابات لازم يعرف أو يتعلم، وأنتم بتعلموه، أنه الامتحان هو أمامكم، أمام الرأي العام، مش قدام حزبه أو قدام شريك لإله. واللي بيؤمن بالحرية والديمقراطية لازم يعرف أنه الشعب، أنتم أساس السلطة، ونحن كلنا مع الدولة القوية بشرعيتها الديمقراطية، وكلنا مع تحسين وحماية مؤسساتنا الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. يا أهلنا ببيروت،
يا أهلنا بالأشرفية ورميل والصيفي والمدور، مشوارنا معكم طويل لأنه مبني على الثقة والتاريخ والشراكة بالهموم والأحزان والأفراح والإيمان والدفاع عن الثوابت والوقوف عند التحدي. بس هلأ صار وقت الجد، إجت ساعة الحقيقة. بستة أيار مدعوين لتصنعوا التاريخ، لأنه الكل عم يتطلع ببيروت، وبيروت الأولى هي البوصلة والمعيار للخيار الصحيح، بوصلة السيادة والكرامة، بوصلة الحضارة وإنماء المنطقة اللي ما بتتنازل عن حقوقها، ورح نراقب المجلس بلدي، بوصلة للجيش اللبناني ولمركزية القرار باستعمال أي سلاح على الأراضي اللبنانية، بوصلة الأمل لمستقبل الشباب ومستقبل لبنان. ومثل ما حسبتوا بالألفين وتسعة هاللي ما رفت عينه عند اغتيال ابن الأشرفية جبران طويني، راح تحاسبوا اليوم هاللي ما رفت عينه عند اغتيال الشهيد وسام الحسن في قلب الأشرفية بدمار حي كامل بالأشرفية. راح تحاسبوا الفساد، راح تحاسبوا التضليل، وراح تحاسبوا الاستقواء. يا أهلنا الكرام، التزام مش نسبة، ولأنه أنتو نحنا ونحنا أنتو، وأنا قليل ما بطلب منكم شيء، بس اليوم اسمحوا لي أطلب، لأنه أنتو صوت الحق بستة أيار. بدي أطلب منكم كونوا كتار نهار الأحد لتأكدوا بصوتكم أنه رح نكفي المشوار سوا، ولتثبتوا أنه هذه اللائحة هي فعلاً لائحة بيروت الأولى. ثلاث خيارات: تأمين استمرار هالنظام المشبوه من الفاسدين والاستسلام، اختيار وافدين جدد بمعرفة وخبرة ضبابية، أو التركيز والتصويت لأشخاص سجل حافل بالإنجازات. الحقيقة هي اللي بتحكي بصوت عالي وواضح. ساهمنا وشاركنا ب 59 قانون جديد، من أهمهم تعديل المادة 522 لحماية المرأة من العنف، مشروع للمدرسة الرسمية النموذجية، جمعنا 460 ألف دولار بساعتين لضحايا فاجعة فسوح، قدمنا مشروع بخلق 28 ألف متر مربع من الأرصفة الجديدة و6 ألف متر مربع من المساحات العامة ضمن مشروع ساسين. أسسنا جمعية الأشرفية 2020، ساهمنا بترميم الشارع يلي شهد اغتيال الشهيد وسام الحسن، افتتحنا شارع بشير الجميل لتكريم الرئيس الحلم بلبنان، وبالنهاية حققنا العدالة بعد 35 سنة من اغتيال البشير. الأفعال
صوتها أعلى من الكلمات. هلأ دورة تستعمل صوتك لتغير. نحن ثابتين اليوم وبكرة، وكلمتنا كلمة. إذا بدك فعلاً التغيير وتخرج من سياسة التطبيل والتزمير، لازم بستة أيار بس يدق النفير تقول الحقيقة وتنتخب نبض البشير. كلمة المرشح عن المقعد الماروني عن لائحة بيروت الأولى النائب نادين مجميل، تفضل. مساء الخير. بدكن مي؟ بدكن كهرباء؟ بدكن فرص عمل؟ بدكن نقل مشترك؟ بدكن حقوق الإنسان؟ بدكن دولة إنسانية أكثر؟ بدكن دولة تحترم الإنسان؟ بدكن حقوق للمرأة؟ بدكن كل هالأمور هيدي؟ انتخبوا لائحة بيروت الأولى. إذا بدكن كل هالأمور، بدكن أشخاص عم رح يشتغلوا ورح يعملوا لينتجوا كل هالأمور. واليوم بعيد العمال، تحية لكل واحد، لكل سياسي، لكل عامل، لكل شخص عم بيفلح كل يوم كرمال تيأمن لقم عيشه. تحية لكل واحد عم بيعمل حقيقة بهيدا البلد رغم كل الصعوبات، رغم كل المعينات يلي عم نواجهها، من أجل بلد أفضل، من أجل وطن أحلى. تحية بعيد العمال. حتى بسبعة أيار ما يصير في يوم مشؤوم تاني مثل 7 أيار 2008. حتى يلي ما قدروا أخدوه بالصواريخ وبالرشاشات وبإنصان السود يقدروا ياخدوه بصناديق الاقتراع، عليكم بستة أيار تنزلوا تنتخبوا بكثافة ليبقى لبنان حر، ليبقى لبنان سيد، ليبقى لبنان مستقل حقيقة، لأنه هيدي هي فعلياً القضية اللي نازلين تنتخبوا من أجلها. يا إخوان، يلي مفكر إنه قضيتنا بمكان، ويلي مفكر إنه الانتخابات هي كرمال شوية كهرباء، شوية مي، وشوية نقل مشترك، غلطان كلياً. الانتخابات بستة أيار انتخابات مصيرية من حيث السيادة، من حيث أنه صارنا أكثر من 4 سنوات في حزب مسلح حاطط بندقيته برأس كل واحد بهيدي الجمهورية، في حزب مسلح فرض هيمنته على كل مؤسسات الدولة، خلق منظومة أمنية عسكرية سياسية دبلوماسية، وفرض كل تأمه على هيدي الجمهورية. بعد في قلعة واحدة صامدة، هيدي القلعة اسمها مجلس النيابة. انتو بتختاروا مين بدكم نواب، انتو بتختاروا انه هيدي القلعة تبقى حرة، انتو بتختاروا انه نوابكم يبقوا سيدين نفسهم. هيدا هو الخيار يلي موجود امامكم بكرة بستة ايار. مشان هيك تركوا هيدي الورقة بين ايديكم، مشان هيك بستة ايار بده يكون خياركم خيار حر، بده يكون خياركم لتبقى هيدي الورقة ولتبقى هيدي الشرعية شرعية، وما يصير في أي تشريع لسلاح حزب الله، وحزب الله ما ياخد الأكترية بالمجلس النيابي. هيدا هي التحدي تبعنا، هيدا هو التحدي الحقيقي تبعنا. ما حدا يغير لنا خياراتنا. سيطروا على كل شيء، ما تخلوني سيطروا على مجلس النيابي. أخيراً
وبعتذر إذا تأخرت، بس لأنه صار بدها نبض، صار بدها نبض بالأشرفية، صار بدها أنه الكتاب والقوات تحط إيدها بإيد بعضها. صار بدها أنه الكتاب وقوات وكل الشبيبة يلي حرة بهيدا البلد يتضامنوا مع بعضهم البعض ليواجهوا كل هيدي المخاطر. صار بدها ميشيل فرعون، صار بدها عماد وكيم، صار بدها كارول، صار بدها أفيديس، صار بدها ريو، صار بدها ألينا، وصار بدها جان، وبعد بدها نديم. صار بدها بيروت الأولى، لأنه بيروت الأولى قدها، ورح نطلع قدها سوا، رح نحقق كل الأحلام يلي منحلم فيها سوا. نحن مننتصر بستة أيار، موعدنا معكم بستة أيار، موعدنا مع الحرية، مع الاستقلال، مع السيادة. بستة أيار رح نكون ثابتون اليوم وبكرة وما بعد 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 بكرة. مقاوم، مهندس مقاوم، خريج الجامعة اللبنانية كلية الهندسة الفرع الثاني رومي، طموحاته كبيرة، عملية، نزيهة ونظيفة. عم بترشح اليوم لأنه المنطقة صار بدها نايب ينتمي لكتلة كبيرة تقدر تحصل لها حقوقها. الأشرفية بيته، هويته، تاريخه، عاش فيها مراحل المقاومة كلها. عم بترشح اليوم لأنه المنطقة بحاجة ماسة لنواب أرض مش نواب مكاتب. الأشرفية ذاكرة الانتصارات والإنجازات وأعراس الأبطال. هالنايب بيقدر يكون يعرف كرم الزيتون وأهله، حي السريان وشبابه، عنده رفاق بالبرجاوة، مقضى طفولته بالجميزة. الأشرفية بداية مشروع السيادة. أنا ابن الأشرفية، تعرفني وبعرفها زاوية زاوية، تعمدت هون بكنيسة السيدة. حياته المهنية تكاملت مع التزاماته الحزبية والسياسية، شغل مناصب إدارية عالية بشركات هندسية بلبنان وبالخارج، كان له أدوار قيادية بنقابة المهندسين ببيروت، عضو بهيئات عليا ولجان مختلفة عربية وعالمية خاصة بالمهندسين. أوكلت له لفترات زمنية مهمات عديدة بالقوات اللبنانية، رئيس مصلحة المهندسين، رئيس مصلحة النقابات المهنية والعمالية، منسق منطقة بيروت، منسق المؤتمر العام التأسيسي، أمين عام حزب القوات اللبنانية من العام 2015، المسؤول السياسي لمدينة بيروت. ما بيتعب، ما بيستسلم. أما التزاماته الاجتماعية دفعته ليكون عضو بجمعية أوكسيليا وعضو بالجمعية العامة لنادي الحكمة بين 2013 و2015. برنامجه الانتخابي منه حلم،
وضع مخطط توجيهي وتفعيل دور الأحياء ضمن البلدية من خلال طلب تعديل القانون المتعلق بالنطاق البلدي ببيروت وتقسيمها لدوائر صغيرة تابعة كلها لمجلس مركزي. رسم خريطة لبيروت الأولى للمحافظة على الإرث الثقافي من خلال إجراء مسح دقيق للأبنية التراثية وإعادة أحياء الطابع التاريخي والثقافي والأدبي لكل حي. تأمين مساحات بديلة لزيادة مواقف السيارات ببيروت الأولى بالعمل على التشريعات اللازمة لمعالجة هالأزمة. طرح الواجهة البحرية لبيروت الأولى كوجهة سياحية من خلال إيجاد حل للنفايات. سوا بدنا نرد بيروت أولى كرمال عائلتي، كرمال عائلتك، كرمال مستقبلهم. صار بدها ناس همومها همومنا. صوت لعماد وكيل المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس بدائرة بيروت الأولى. لما دق الخطر على البواب الصحيت هون كان إلى أرباب، وإذا في من كلمة حق نقولها، القوات ركن التصدي للوصاية السورية وذيولة، وتضل الأشرفية عصية وأولى. صار بدها صوتك لعماد بالدائرة الأولى. كلمة المرشح عن المقعد الأرثوذكسي على لائحة بيروت الأولى المهندس عماد وكيم، تفضل. مساء الخير. حكيم بده يخلي عينه. صوت قوات لبنانية تتبقى الهوية اللبنانية، صوت قوات لتبقى الجمهورية اللبنانية. نرمال منبع الرجولة وخزان المقاومة، تحية لأهلنا بالمدور والصيفة والأشرفية ورمال. نحن معكم ومنكم، نحن وياكم ايد بايد. بستة ايار صار بدها نقول لهم الاشرفيه مفتاحها على تمثال الشيخ بشير وبايد الشهداء الابطال المناضلين. وكل مواطن عم بيصمد كل يوم تعيش بكرامه هو وعائلته، مفتاحها بمار متر ومار نقوله وزهره الاحسان والسيده وبالمأوى والبشاره بالمطرانية بمار يوحنا والانتقال ومار مارون والعطايا ومار فريم وجامع بيضون والخضر بالساكريكار بالسان سوفار. هونيك مفتاح الأشرفية. معركتنا اليوم منا معركة بوز أشخاص، هي معركة سياسية بامتياز، ومش رح نخلي حدا ياخد قرار بيروت الأولى بعكس تاريخها ونضالها. بيقولوا انتو شو فيكن تعملوا، ونحن بنسألهم انتو وقت اللي كنتوا بأكبر المواقع والتكتلات شو عملتوا لبيروت الأولى. الوحيدين اللي حاولوا يشتغلوا موجودين معنا هون. هالقد صعبة نزيد عدد المواقف ونوفر المي، نرفض مشاريع المحارق والمزابل ونحافظ على واجهتنا البحرية؟ هالقد صعبة نفعل دور الإحياء بالبلدية ونأمن ملاعب رياضية لأولادنا ونخطط لهم لمشاريع إسكانية بدل ما نتفرج عليهم عم بيهاجروا بيروت؟ أنتوا ما عملتوا شيء، بس نحن رح نعملها. هالقد صعبة نساعد مطرانية بيروت تنأسس جامعة أرثوذكسية بالأشرفية؟ أنتوا ما عملتوها، بس نحن رح نعملها. إيه رح نعملها، لأنه نحن مش جايين نعمل حلف تجاري مالي يسيطر على المناقصات والمشاريع القادمة. نحن جايين نشتغل للمنطقة مثل ما بتستاهل، ولايحتنا لايحة منسجمة، خطابها واحد وخطها واحد ومشروعها واحد، وهاللايحة بصوتكم أنتو بتصير أولى. الخيار اليوم بين مرشحين عندهم تاريخهم بالنضال ومرشحين ما عندهم ولا موقف بيشبه التاني. الخيار بين مرشح موجود بين الناس وبين مرشح ما بتشوفه إلا بالانتخابات، طفيليون متسولو مناصب، مدعو بطولات وهمية واحتكار العلم والمعرفة، وموزعو شهادات حسن سلوك
وانتماء، بس الشمس شارقة. قلت الشمس أنا. الخيار هو بين مرشح قادر يوقف بوجه الحزب يلي عم بيحاول يسيطر على قرار الدولة، وبين مرشح مش قادر يسهل عمل الإدارات لأنه مش قادر يواجه حلفائه. الخيار هو بين مرشح قادر يوقف على قبر نايبنا الشهيد جبران، وبين مرشح مش واقف ولا مرة على قبر شهيد. الخيار اليوم بين خطين، وهالخطين بالسياسة الفرق بيناتهم كتير كبير، وهالفرق صوتكم هو اللي بيعمله وبيحافظ على بيروت الأولى على خط البشير ومع الحكيم والقوات. على الهوى. كل صوت من أصواتكم هو صوت بوجه الدويلة، بوجه الفساد، بوجه الكذب الانتخابي، بوجه الصفقات. القرار اليوم بإيدكم، وصوتكم هو قوتكم وقدرتكم. إذا بدكم عن جد مين يحارب الفاسدين صوتوا لنا. إذا بدكم عن جد مين عنده تقل المواجهة والفعالية مش قوم تقعد محلك صوتوا لنا. بس للحقيقة نحن وياكم تاريخ طويل. جربتونا وكنا حدكم، طلبتونا وكنا معكم، وين ما كنتوا كنا معكم. بالقضية مشينا سوا، بالنضال قومنا سوا، بالحكمة افتخرنا ودعمنا سوا، بالحلوة والمرة كنا ونبقى سوا، وسوا رح منكمل، وسوا بستة أيار رح منرجع بيروت الأولى أولى. اللبنانية الحقيقية كرمال قضية واحدة ما تغيرت وما بتتغير، لبنان وهويته. أنا ابن الصيفي، ابن الجميزة، ربيان بهالحي شارع مرمرون، ومتعلم بمدرسة الفرير يلي هي شارع لتحت. مقاتلين محترفين كرمال قضية واحدة ما تغيرت وما بتتغير، لبنان وشعبه. بيروت الأولى مهملة، جنيناتها مهملة، ما في مساحات خضراء. مهنيين محترفين كرمال قضية وحدة ما تغيرت وما بتتغير، لبنان وجمهورية. أنا ابن الأشرفية، قاومت بالأشرفية ونضلت فيها. بالحرب السلاح حق، وجهته المعتدي الغاصب، لا للمعتدي لا للغاصب. هيك بلش رياض وطني لبناني. رياض ما نقل البارودة من كتف لكتف، رياض استبدل الألم بالبارودة. بالمفترقات الدقيقة أخذ القرار الأصعب. بالألف وتسعمية وستة وسبعين من طالب طب تحول رياض لمقاوم حقيقي. بالسلم
ديمقراطية واجب، وجهتها تشريع قوانين مشاريع وإنماء بخدمة الناس، لا للمهتري، لا للفاسد. هيك مكفى رياض وطني لبنان. بيروت العاصمة يلي بدنا إياها تضل عنوان للحرية وللتعددية، بلبنان الكرامة، لبنان 10,452 كيلومتر مربع. بالسلم، الألم، العلم، المعرفة يلي ولا مرة تخلى عنهم، رجعوا سلاحه الأول، ومع وزراء القوات اللبنانية حمل عكتافه دراسات وأفكار ومشاريع اشتغل عليها وقاتل كرمالها بالظل بمجلس الوزراء، كرمال هدف واحد، لبنان ومين فيه وكل شي فيه. برنامجه النضال من أجل لبنان دولة مستقلة وسيدة نفسها، العمل لتحسين تمثيل الأقليات وصون حقوقهم، تطوير القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية الكفيلة بدفع عجلة الاقتصاد، العمل لتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي اللبناني لكل فئات المجتمع. رياض منا، رياض مثلنا، نفسه مشرقية متوارسة من 6000 سنة لليوم. صار بدها حدا يفكر مثلك مثله يوصل على البرلمان تيحقق لك طموحاتك طموحات ولادك بوطن بتحلم فيه. صار بدها ناس مثلنا تمثلنا. صوته لرياض أمين عاقل المرشح عن مقعد الأقليات بدائرة بيروت الأولى. للصيفة لبيروت مروراً بالوحدات، مسيرة نضال مليانة تضحيات، وحتى يوقف العد والتصنيف أكتريات وأقليات، ما إلك إلا تصوت للريو وللقوات. كلمة مرشح عن مقعد الأقليات للائحة بيروت الأولى رياض عائل. مساء الخير. شلومو بالسرياني، الأشرفية، المدور والصيفي بيرحبوا فيكم من قلب منطقة الرمال. منطقة الرمال هي منطقة البطولة والكرامة والعنفوان، رمال الشهداء، الشهداء يلي لو ما منن بمنطقة الرمال وبمنطقة بيروت وبكل لبنان، شهداء المقاومة الحقيقية، ما كان في لبنان. وحتى نحافظ على لبنان، لبنان 10,452 كيلومتر مربع، لازم نصوت للوائح الشرف بكل لبنان، وبالتحديد هون بالعاصمة بيروت منطقة البشير. لائحة الشرف هي اللائحة المؤلفة من كل مكونات ثورة الأرز، الوزير ميشيل فرعون، الشيخ نديم جميل، الجنرال جون تالوزيان، مدام كارول بابيكيان، حزب الرامجافار الممثل بالدكتور أفيديس ومدام ألينا، وأكيد أكيد أكيد حزب القوات اللبنانية. حزب القوات اللبنانية يلي ما بخل ولا لحظة بالتضحيات، وبعده لليوم حامل مشعل الحريات. حزب القوات اللبنانية اليوم عنده مرشحين ببيروت الأولى، الرفيق عماد بغيم والرفيق محسوبكن، محسوبكن يلي بالدولة اللبنانية بعدهم حاسبينه أقليات. حتى نحافظ على لبنان، لبنان الكرامة، لبنان الدولة مش الدويلة، صوته للائحة ثورة الأرز
صوته لليحة بيروت الأولى. برنامج انتخابي يقوم على محاربة الفساد، مثل ما منعالج الدرس المسوس عبر استئصال الفساد وصيانة الأجزاء الصالحة. بدنا نحاول نحمي الناس من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي لاستيعاب عدد أكبر منهم. ناطرين أصواتكم. سباسينغ سيرفيس تاوتيان كوينيرو. من الرام جافار جاي حامل مسيرة نضال 40 سنة بسبيل القضية. دق ناقوس خطر هجرة الشباب وهدفه يأمن فرص عمل طما يضلوا عم يشحدوا الوظيفة من باب لباب. كلمة المرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكسي رئيس الهيئة التنفيذية بحزب الرام جافار دكتور أفيديس داكسيون. مساء الخير، تحية الحكيم دكتور سمير جعجعة، معالي الوزراء، سعادة النواب، زميلاتي وزملائي في لائحة بيروت الأولى، رفيقاتي ورفاقي في حزب الرام جافار، أيها الحفل الكريم، نعم نستطيع أن نطور البلد، نعم نستطيع أن نوقف الهدر في المال العام، نعم نستطيع محاربة الفساد في إدارة العامة، نعم نستطيع أن نؤمن الضمان الاجتماعي والصحي لجميع المواطنين، نعم نستطيع وضع الاقتصاد البلد على سكة النمو المستدام وخلق الوظائف بدعم الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتجارة وبدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والشباب الطموحين. نعم نستطيع أن نؤمن السكن اللائق للمواطنين وعدم تشريدهم بسن قوانين عادلة تأخذ بعين الاعتبار مصلحتي المالك والمستأجر على حد سواء. نعم نستطيع تأمين بنية تحتية لائقة من ماء كهرباء والاتصالات. نعم صار وقت التغيير الحقيقي، نعم صار بدنا نغير، لأنه بلدنا القانون بيطبق على ناس وناس. بدنا نغير لأنه جبالنا أكلتنا الكسرات. بدنا نغير لأنه أنهارنا صارت مجارير. بدنا نغير لأنه بحرنا ملوث. لأنه البلد المي ما في مي. لأن الواحد لازم يتبهدل كرمال يتوظف. يا شباب والصبايا، صار وقت التغيير، صار وقت التغيير. بتوجه بكلمتي بتحية لكل رفاقي ورفاقي بحزب الرام جافار. بحب أقول لهم إنه بنرفع الرأس فيكم بالرغم كل الصعوبات والمغريات، ما زحتوا بيوم من الأيام عن مبادئكم. وأخيراً بحب أقول أيها الناخب البيروتي الأشرفية رميل مدور، حكم ضميرك بستة أيار وانتخب صح، لأن مصير لبنان ومستقبله ومستقبل ولادنا أكيد 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 بتغير بالورقة يلي بدك حتى على صندوق الاقتراع. فكون عد المسؤولية، انتخب حزب الرام جافار، انتخب لائحة بيروت الأولى. عشت وعاش لبنان. من مواليد بيروت وسكانها، خريجة قسم الموسيقى بجامعة الروح القدس الكاثوليك، مربية بعلم الموسيقى والعزف على البيانو لأكثر من 25 سنة، أسست ألينا نادي الكتاب ABC Book Club يلي ببيروت وبعنجر، بيجمع أعضاؤه وأصدقائه دورياً حول الأدب اللبناني والعالمي، خاصة حول القراءات النقدية. الثقافة بمفهومها الكامل لألي هي أساس لبناء الأوطان. تنتمي المرشحة ألينا كلونسيان للطبقة الوسطى،
بتخوض معركتها الانتخابية باسم هالطبقة المهددة بلبنان. الناخب رح ينتخبني لأني أنا بشبهه، رح كون صوته بالمجلس بقوة وبحق. عنوانها لهالمعركة الثقافة والتربية ومن أجل مدينتها بيروت، من خلال تمكين المرأة، الحفاظ على البيئة، تأمين فرص عمل لأجيال لبنان الجديد. حلمي إنه نحافظ على كرامة الإنسان والمواطن، على القيم الإنسانية. صوته لألينا كلونسيان المرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس بدائرة بيروت الأولى. من بين الناس جاية بتعيش همومنا ومشاكلنا اليومية مثل حيلا حدا تاني. معركتها باسم الطبقة الوسطى من بيروت الأولى ولكل الشعب اللبناني. المرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس بلايحة بيروت الأولى ألينا كلونيسيان، تفضلي. مساء الخير أحبائي وزملائي في مواطنة لبنان. صرنا على بواب ستة أيار، هيدا من آخر الخطابات يلي رح تسمعوها قبل التنين الجاية. بدي أول شي أقول إنه خلال هالفترة يلي مرقت وانقلرات بأصواتكم خلال الأربع سنين الجايين، أنا كان لي الشرف بأن أكسب ثقتكم لمثلكم ومثل مصالحكم بالحياة السياسية بوطننا لبنان. ما رح أعدكم أني أنا لوحدي رح حل مشكلة الكهرباء والمي والطبابة والزبالة والعجقة، هول أولويات لائحتنا وأولوياتنا كفريق فعال بالبرلمان، وهيدا النضال أنتم بتعرفوا عنه من خلال تاريخ زملائي في لائحة بيروت الأولى. وعدي لألكن كمرشحة عن مقعد الأرمن أرثوذكس بدائرة بيروت الأولى أنه رح أبذل كل جهدي باتجاه حلول واقعية إلا مفعول ملموس بحياتكن بل بحياتنا، لأني أنا أنتو. صحيح أني أنا مرشحة حزب الرمقافار وبمثل أحلام أعضى عدد كبير من الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية وسكان رميل والمدور والأشرفية والصيفي، أنا بعتبر حالي حاملة هموم عاصمتي بيروت ووطني لبنان. أنا اليوم رجعت ودعت ابني، وأكيد ما كان بده يروح من بلده مثل كل أولادنا يلي بيضطروا يتركوا. كنا عالطريق عم نحكي إنه لبنان عن جد ما في مثله، إنه لبنان عن جد ما في أجمل منه. على فكرة نحن بعد سنتين رح نحتفل بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير، وطننا مثل أولادنا بعز شبابه. أنا رح أبذل كل جهدي إنه رجع الابتسامة على وجه المواطن اللبناني هو وقاعد بسيارته ورايح على الشغل الصبح. رح أبذل كل جهدي إنه المواطن اللبناني يكون باله مرتاح ومكتفي هو وراجع من الشغل. شكراً لأنكم عطيتوني الفرصة لأكسب ثقتكم ومثل مصالحكم بالبرلمان. أنا أنتو خلينا سوا من اليوم من مبارح كمان نربح هالمعركة وسوا نرجع لبنان الوطن يلي كلنا منحلم فيه، لأنه عن جد لبنان ما في مثله. حب للبنان نابع من تربية صادقة وملتزمة. كارول نورا خاتشيك بابيكيان مجازي بالعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية، عملها إنمائي اجتماعي بامتياز، رئيسة جمعية أشرفية 2020، عضو بجمعية جابتس أيم يلي بتعنى بالأطفال الأقل حظاً وعيالهم. برنامجها الانتخابي الالتزام بمبدأ النقي بالنفس، العمل على إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، إصلاح القضاء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، تبني سياسي ضريبية عادلة، تحسين نمط الحياة اليومية بلبنان. صوته لكارول نورا خاتشيك بابيكيان المرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس بدائرة بيروت الأولى.
هي رائدة بالنشاط الاجتماعي والممثلة الحقيقية للمجتمع المدني. هي بنت النائب والوزير الراحل خاتشيك ديران بابيكيان، وجاي تكمل مسيرته بيلا بالإصلاح الإداري. بالإصلاح الإداري مش بالك هونيك. المرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس بلائحة بيروت الأولى كارول بابيكيان، تفضلي. Bonsoir. أهل بيروت الأولى. أنا كارول نورا خاتشيك بابيكيان. بوعدكم إذا انتخبت إنه كون صوتكم بمجلس النواب. بدي كون صوت الجيش القوي المسلح تسليح حديث. بدي كون صوت اللامركزية الإدارية الموسعة. بدي كون صوت تطبيق اللامركزية الموسعة. رح كون صوت تعديل طريقة انتخاب أعضاء بلدية بيروت. رح كون صوت المرأة لتحصل على حقوقها. رح كون صوت كل مسن بيوقف على باب مستشفى. رح كون صوت كل بي وام مش قادر يدفع قسط ولاده. رح كون صوت كل شاب وكل صبية حابين يبقوا بلبنان ويشتغلوا بلبنان. رح كون حاجز لكل فاسد بده يجرب ياكلنا حقوقنا. أنا كارول نورا خاتشيك بابيكيان إذا انتخبت رح كون صوتكم بمجلس النواب، وشكراً. من التنظيم للكلية الحربية، الهدف والمسيرة وحدة، درء الخطر عن لبنان. امتدت فترة خدمته بالفوج المجوأل من 1982 لل 1991، تدرج خلالها لرتبة نائب وشغل بنهايتها مركز آمر سرية. نحن بدنا نبني وطن، نحن بحاجة لبناء وطن أكثر ما بحاجة لبناء دولة. من العام 1991 تبوأ طالوزيان مناصب مختلفة بالمؤسسة العسكرية، كان أبرزها قائد كتيبة مشاة في الجنوب، قائد المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، المكتب الوطني لنزع الألغام، رئيس جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. صحيح الأمور الحياتية والأمور الدولة مهمة، الكهرباء والمي وحاجة الناس مهمة، بس إذا ما كان في شعور بانتماء المواطن لوطنه الدولة ما بتفيد. أما برنامجه الانتخابي فبيشمل كل المواطنين وكل المجالات ونابع من هواجس الشعب اللبناني، وبيشمل مقترحات لمشاريع وحلول لأزمات بتمتد على مساحة الوطن أو بتختص بتنظيم الحياة ببيروت. صوته لجان طالوزيان المرشح عن مقعد الأرمن الكاثوليك بدائرة بيروت الأولى. جاي من مدرسة الشرف والتضحية والوفا ليخدم أهل هالمنطقة الشرفة، صلب بمواقفه الوطنية الداعمة للشرعية ومثال للانضباط والاستقامة والوطنية. كلمة المرشح عن مقعد الأرمن الكاثوليك على لائحة بيروت الأولى العميد المتقاعد جان طالوزيان. مساء الخير، جاي أخبركم قصة وطن، جاي أخبركم قصة مواطن صار له سنين عم يحلم بوطن. يا أهل الأشرفية والرمال والصيف والمدور، يا أهل الحرية والكرامة والأنفوين، بستة أيار أنتوا نحنا بدنا نبدأ بتحقيق الحلم ونباشر ببناء الوطن. أنتوا نحنا بدنا نبني وطن نسيجه لبناني 100%. نسيجه لبناني 100%، ما يحس فيه اللبناني إنه غريب بوطنه، وتكون قراراته صادرة من إرادة الشعب اللبناني مش من أي اعتبار تاني.
انتو ونحنا بدنا نبني وطن ما في سلاح الا سلاح القوى الامنيه اللبنانيه. بدنا نبني وطن ما في سلاح الا سلاح الجيش اللبناني، هو اللي بيحفظ الكيان وبدافع عن الحدود وبيحمي الدستور وبيحافظ على الاستقلال. انتو ونحنا بدنا نبني وطن بيحترم حقوق الانسان، بيحترم حقوق الطفل، بيحترم حقوق المرأة، وبيحافظ على شيوخه وحكمائه. انتو ونحنا بدنا نبني وطن يكون منارة للشرق بالعلم والثقافة والمعرفة والفنون، وما يناموا أهل الوطن على العتمة، وتكون النفايات مصدر طاقة ما تكون مصدر تلوث وأمراض وسموم. انتو ونحنا بدنا نبني وطن ما يهجروه شبابه لأنه ما عم بلاقوا في فرص عمل، ما يهجروه شبابه لأنه منن قادرين يتملكوا قبل الأجانب، وما تضل أحلام شبابه وعود وحبر على ورق ومشاريع نايمة بجوارير المسؤولين. انتو ونحنا بدنا نبني وطن يكون الإصلاح والتطوير، الإصلاح والتطوير عمل يومي ومستمر، ويكون نهج الإدارة والمؤسسات شفافية وكفاءة ونزاهة بخدمة الوطن والمواطنين. انتو ونحنا بدنا نبني وطن يكون فيه مسؤولين أحرار وقوات وكتايب يدافعوا عن الوطن. يدافعوا عن الوطن بأيام الحرب بكل شراسة واندفاع، ويحرسوا تراب الوطن بأيام السلم بكل محبة وإيمان. بيروت الأولى ما بحياتها ضيعت الاتجاه، بيروت الأولى ما بحياتها ضيعت الهوية. بستة أيار بيروت الأولى بدها تثبت الاتجاه لبناني 100%. بستة أيار بيروت الأولى بدها تثبت الاتجاه، بدها تثبت الهوية لبنانية 100%. نحن منا خايفين من المعركة الانتخابية، خضنا معارك أصعب بكتير وما خفنا، والبرهان إنه نحن بعدنا هون. اللي بيطلع بالوجوه الطيبة الموجودة هون الليلة بيعرف إنه ستة أيار صارت ورانا. نحن التحدي الكبير، تحدي بناء الوطن، ناطرنا بعد الانتخابات، بس نحن هيدا التحدي الكبير منا خايفين منه. نحن بنوعدكم رح نكون قد المسؤولية وقد الوعد وقد التحدي، لأنه أنتم معنا ولأنه الله معنا. أنتم ونحن بدنا نبني وطن بليق بالمواطن. الله يحميكم ويحمي الأحرار بهالبلد ويحمي الوطن. بيقول جبران: ماذا تريدون مني يا بني أمي؟ أتريدون أن أبني لكم من المواعيد الفارغة قصوراً مزخرفة بالكلام وهياكل مسقوفة بالأحلام، أم تريدون أن أهدم ما بناه الكاذبون والجبناء وأنقض ما رفعه المراؤون والخبثاء؟ وابن مدينة جبران أخذ الخيار وعم بيقول الحقيقة. قد ما كانت صعبة، قد ما كانت صعبة تكون تنبقى على الوعد وتبقى شعلة القضية مرفوعة والحلم ما يموت. هو المارد، هو البطل. كلمة واحدة بتقول إنه حكيمنا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. والناس بتحلف وحياتك، ربيت بروح الحرية جيل طالع من قواتك. يا آية جيلك بالماضي
أولى، كل عمرها أولى وراح تضل أولى. كتار بهالأيام عم بيقولوا بدهم يعملوا بيروت أولى، بس صراحة أنا ما فهمت بدهم يعملوها أولى بشو. أهم شيء ما يعملوها أولى بالشيء اللي هن كتير قوية فيه، بتكون نهاية بيروت لا سمح الله وهناك البكاء وصرير الأسنان. بينما نحن رح نشتغل ونحط كل جهدنا تضل بيروت أولى أولى بحمل لواء المقاومة اللبنانية لحقها، تضل بيروت أولى بحمل لواء الحرية والسيادة والاستقلال، تضل بيروت أولى بالمطالبة بإرجاع كل القرار للدولة، تضل بيروت أولى بالضغط لجمع كل السلاح عند الجيش اللبناني تنقدر نوصل على الجمهورية القوية اللي كنا عم نحلم فيها، اللي كلنا عم نحلم فيها. البعض بفكر إنه هلأ بهالسنتين طلعت معنا فكرة الجمهورية القوية، هالبعض مغلط، هي مشروعنا من بداية مشوارنا. بدي ذكر هالبعض إنه كنا خطينا أول خطوة على طريق الجمهورية القوية يوم 23 آب سنة 1982، يوم اللي انتخب بشير جمي الرئيس للجمهورية، يوم اللي انتخب بشير جمي رئيس للجمهورية خطينا خطوة أولى على طريق الجمهورية القوية. بمجرد انتخابه باللحظة ذاتها قبل ما يطلع من المجلس النيابي، بعد هو ما كان هونيك، قبل ما يطلعوا من المجلس النيابي، بعد قبل ما يستلم حتى، بعد بلشت تلوح ملامح الجمهورية القوية، صار في هيبة بالبلد، انتظم عمل المؤسسات عن بعد، اختفى الفساد واختفوا معه الفاسدين، شو حلو، ضبطوا الموظفين وصاروا يكونوا بمكاتبهم الساعة 8 تماما وما يتركوا لحظة قبل نهاية الدوام. من جهة تانية خاف المحتل وصار عارف انه في جمهورية قوية رح تقوم بلبنان، ما رح يبقى له مطرح عليها بالبلد، مشان هيك استجمع قوى هو وكل قوى الشر والإرهاب والجريمة المحليين واغتالوا الحلم تيسقطوا الجمهورية القوية قبل ما تبلش. بس فاتن انه في رجال ورا بشير جميل، وعدعساته رح يمشوا، وعدعساته مشينا، وهلأ مرة من جديد رح ترجع بشير الجمهورية القوية، رح ترجع تلوح بالأفق من جديد. ما بيصح إلا صحيح، أكيد. وقد ما جربوا وقد ما اغتالوا وقد ما حلوا القوات وقد ما اعتقلوا وقد ما اضطهدوا بنهاية المطاف، ما بيصح إلا الصحيح، وما صح إلا الصحيح. راحوا هن وبقينا نحن، حتى هلا رح يروحوا من سوريا بعد ونحن باقيين، ورجعنا من جديد نحضر للجمهورية القوية. ما حدا في يوقف التاريخ، في حدا يأخره شوي، في يعذبنا شوي، في يعذبنا كتير كمان، بس ذهب بالنار انزتينا وذهب من النار طلعنا وذهب باقيين للوصول للجمهورية القوية يلي من زمان عم نحلم فيها. نحن أمنا على الجمهورية القوية، نحن حراس الجمهورية القوية، ولا نعسوا ولا بينعسوا ولا رح ينعسوا الحراس. نحن انتخابات الماضية مثل هالوقت بالذات التقينا وعملنا هيك مهرجان وشفنا شو كانت النتيجة، ومرة من جديد ملتقيين عم نعمل هيك مهرجان وهيك رح تكون النتيجة كمان. أنا عادة ما بحب استعير كلام من حدا، بس مثاقبة في شخص بهالمنطقة له معزة خاصة عندي وبحبه كتير، هيدا من جهة. من جهة تانية قال كلام ما ممكن أقدر أقول أحسن منه بالوضع الحالي بمناسبة الانتخابات، هالشخص هو سيدنا المطران الياس عودي، والكلام اللي قاله هو ما تنبهروا بالشعارات أو تصدقوا الوعود،
اطلعوا لتاريخ اللي بدكم تنتخبوه، اطلعوا لتاريخ ميشيل فرعون وتاريخ عماد وكيم وتاريخ نديم بشير جميل وتاريخ أفيديس داكسيون وتاريخ ألينا داكسيون وتاريخ خارول بابيكيون وتاريخ جان تالوزيون، وتطلعوا بالمقابل بتواريخ الآخرين. بدكم تنتخبوا حدا بدكم تطلعوا لتاريخه ولإنجازاته. أكثر شيء إذا بدكم تشوفوا الإنجازات طلعوا بقطاع الاتصالات والكهرباء. بكفي سيدنا ما تنتخبوا اللي كنتوا عم تتذمروا منهم من تصرفاتهم أو يلي عملوا صفقات على حساب ولادكم وكرامة عيشهم. نسيت دخلكم رياض هذيك الساعة، رياض عائل تعرفوا ليش نسيته؟ نسيته لأنه لأول مرة قاعد عائل هيك قال سيدنا عودي. بالحقيقة كلام ذهب من فم الذهب، مشان هيك لازم ناخده مثل ما هو ونطبقه بحذافيره. بوصل هلا على ملف تاني ثقيل شوي، بوصل على ملف هو طبيعة اللوائح اللي نازل ببيروت. البعض عم بيصنفوا بيقولوا في لوائح الأحزاب نحن أو غيرنا ولوائح المجتمع المدني. كلام مش صحيح، مش صحيح، لأنه جمعيات المجتمع المدني بتعريفها العلمي هي جمعيات مطلبية وقوى ضغط فقط لا غير على القوى السياسية وعلى الحكومة. بس يترشح حدا على الانتخابات ببطل مجتمع مدني، صار مجتمع سياسي مثله مثل حيالنا مرشح آخر. وبالتالي يا أخوان بدنا نتفق، يا كلنا مرشحين سياسيين يا كلنا لويح مجتمع مدني. شو بتحبوا قولوا لنا وبلغونا تنتصرف على الأساس. بدي بهالمناسبة أذكر الجميع أنه بدايات المجتمع المدني بلبنان وبعز دين احتدام الحرب كانت من هون من الأشرفية بالذات، كانت هالبداية مع الهيئات الشعبية اللي أنشأها الشيخ بشير بكل منطقة بكل مدينة بكل ضيعة بكل حي. وبهالمناسبة بدي وجه تحية ما قدرت وجهتها قبل هلا للصديق الدكتور جورج فريحة ولكل اللي ساهموا وقتها بأيام الهيئات الشعبية. بوصل هلا على ملف مهضوم، مع أنه اللي طرحه مش مهضوم أبداً. يلي طرح الملف هو بذاته منه مصدقه، بس طرحه لأسباب تجارية مثل ما هو شغله بالحياة ككل. يعني الملف هو أنه في بيارتي أصليين وفي بيارتي تقليد، يعني جلب مش أصليين. طيب كتير منيح يا صاحبي، كتير منيح. يعني بيير جميل الجد هيدا بيروتي جلب وانت يا حزين بيروتي أصيل؟ إنه نديم جميل بيروتي جلب وأنا بيروتي جلب وهو بيروتي أصيل. إنه ميشيل بيرتي يلي استشهد دفاعا عن الأشرفية وبيروت ولبنان، دفاعا عنك وعن وجودك وولادك بلبنان، هيدا بيروتي جلب وانت بيروتي أصيل؟ لا يا صاحبي، البيروتي الأصيل هو اللي بيشبه أهالي بيروت، بيشبههم بوطنيتهم يلي ثبتوا هالشي بالفعل كل ما كان يدق الخطر على البواب. مش البيروتي الأصيل هو يلي بالخطابات والشعارات بيحكي عن الوطنية ويلي ولا بأي يوم من الأيام دق طعمتها الفعلية. هو يلي بيشبه البيرتي بالتزامهم ونضالهم ودفاعهم المستميت عن مدينتهم ووطنهم. هو يلي بيشبه البيرتي بشفافيتهم ونظافتهم وحسن سيرتهم. هو اللي بيشبه حدا من البيارتي الأصيلين يلي اشتغلوا سياسي مثل ميشيل ساسين أو فؤاد بطرس، مش مثل يلي ما بيشبه إلا حاله بمنطق تجاري رخيص. هو بالحقيقة مش بمنطق تجاري رخيص، طلع بمنطق تجاري غالي، لأنه طلع صاحبنا ما بيتاجر بالرخيص، بيتاجر بس بالغالي. وبكافة الأحوال أهل الأشرفية والرمايل والصيفي والمدور رح يقولوا لك بصناديق الاقتراع بعد كم يوم بستة أيار منو البيروت الأصيل منو البيروت التقليد. نحن بالنسبة إلنا كل البيرتي بيرتي، كلهم إخوتنا، ما بيميز حدا عن حدا منهم،
إلا بمقدار عطائه للناس ونضاله بسبيلهم وسبيل لبنان. وأخيراً تضل بيروت الأولى عطول، وتنضل حاملين حلم الجمهورية القوية وعم نشتغلها، وتنطلع من الواقع الصعب اللي نحن فيه. بوجه نداء لكل أولاد الأشرفية والرميل والصيفي والمدور يكونوا مثل العادي على الوعد، وينزلوا بكثافة بستة أيار على صناديق الاقتراع، ويصوتوا لحلم بشير، يصوتوا للجمهورية القوية، للائحة بيروت الأولى. عاشت الأشرفية، عاشت الرميل، عاشت الصيفي، عاشت المدور، عاشت بيروت، عاشت القوات اللبنانية. ليحيى لبنان. Yeah.